ليه يمكن اودى بحياه يمكن 22 شخص على الاقل. في بعض الكلام دلوقتي ان كان في فعلا ناس مفقوده، في ناس كانت موجوده في مستشفيات، فممكن العدد قد يزيد كمان عن الرقم ده خلال الايام المقبله بصوره رسميه. بنعزي طبعا اهالي الشهداء كلهم وان شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله. يمكن حادث اليم هبه، يمكن توزعت المسؤوليات، يمكن للاسف كل الاطراف كل طرف بيتهم الاخر وبدا كل واحد يلقي التهمه على الطرف الثاني، لكن انا شايف يمكن هي مسؤوليه مشتركه ما بين الجميع. يمكن لو بدانا أنا شايف المسؤول الأول عن الحادث ده هو طبعا وزارة الداخلية ورجال الشرطة، لأن هو رجال الشرطة هم اللي المفروض بيؤمنوا المباراة. يعني في ناس اتكلمت في الأول قالوا لا كان في طلق رصاص حي أو خرطوش، رجعوا قالوا لا ما فيش حي رصاص ولا خرطوش. بعد كده قيل إن في ناس توفت بسبب الدخان بتاع القنابل المسيلة للدموع، ده يمكن اتكتب في تقارير طبية في مصلحة الطب الشرعي لخمس أفراد، رجعوا بعد كده قالوا لا برضه ما كانش ده السبب. قيل في الأخر إن هو السبب التدافع بس، فلنفترض فعلا ان هو فعلا السبب التدافع، فهو في الاخر التدافع ده حدث بسبب القنابل المسيله للدموع اللي القتها يمكن رجال الشرطه في مساحه ضيقه جدا على عدد كبير من الناس. طبيعي اما يكون في عدد كبير من الناس وتلقى قنابل مسيله للدموع بالكثافه دي اكيد هيحصل تدافع، اكيد هيحصل وفيات، فهو في الاخر قرار كان خاطئ جدا من المسؤول عن القرار ده في اللي كان متواجد في امن الشرطه في الملعب. يمكن القصه كمان مفترض يا هبه ان الشرطه بتحمي المواطنين، يعني سواء انا لو انا مشجع رايح الاستاد حتى المفروض الشرطه اللي تحميني. يعني في ناس بقى كلام قيل من بعض المسؤولين في اتحاد الكره، يعني الكلام ملوش اي قيمه، ده الاخوان اللي عملوا كده، ده 6 ابريل هم اللي قتلوهم. يعني هل نفترض جدل برضو ان الاخوان او 6 ابريل هم اللي قتلوهم، فالشرطه هي المسؤوله عن حمايتهم. مفترض ان الراجل بيروح الملعب، المواطن يروح الملعب يتفرج على المباراه ويرجع بيكون سليم وبدون اي مشاكل تحصل له، الشرطه المسؤوله عن تامينه. كان في سبل يعني اسهل كتير من ان احنا نلقي قنابل مسيله للدموع، كان ممكن تغلق البوابات تماما وما يسمحوش لاي حد يدخل ويفضل الجماهير كلهم بره الملعب، ما كانتش هتحصل ازمه. كان ممكن في استخدام خراطيم الميه، اعتقد كانت بتكون برضو تستخدم لتفرقه الناس بدون اي مشاكل. كان ممكن انهم يسيبوا الجماهير تدخل وتحتسب المباراه 2-0 لصالح انبي بدون اي مشكله برضو، لكن هم للاسف استخدموا قرار خاطئ. فانا شايف المسؤوليه الاولى بترجع طبعا لرجال الشرطة، وبالتالي في الآخر طبعا يعني وجهة نظرك وتحترم وكل حاجة، ولكن في آراء كتيرة قوي في الموضوع ده. بس أنا عايزة أكد على حاجة يا جماعة، إحنا قبل ما يطلع التحقيقات نتائج التحقيقات إحنا عمالين نلقي بالمسؤولية على كذا فرد، يعني بعيدا عن الشرطة عشان الناس ما تقولش ده إحنا داخلين بقى ندافع عن الشرطة والداخلية والكلام ده، لكن ما يقال إنه مرتضى منصور هو المسؤول، رئيس نادي الزمالك اصله جاب تذاكر هو طلع رد على الموضوع ده، اصل اتحاد الكره هو اللي مسؤول، اصل وزاره الشباب والرياضه كانت المفروض تتدخل وتبقى هي المسؤول. كل ده القاء اصل وسائل الاعلام بقى هي المسؤوله في الاخر عشان هي كمان كانت بتضغط على الداخليه والداخليه مش مستعده ان هي تنظم. طب ما ده قرار اول واخير من المسؤولين في اتحاد الكوره، قرار مشترك بين المسؤولين في اتحاد الكوره وبين المسؤولين في الداخليه. موضوع التدافع اللي انت بتقوله يا استاذ خالد، يعني في اقاويل كتير واحنا ما كناش موجودين، انت كنت حاضر المباراه؟ كان في زمايل صحفيين ليا حاضرينه طبعا نقلوا الصوره، وفي فيديوهات برضو اتعرضت يمكن في مواقع كتير وعلى شاشات كتير. بعدين هو اصل احنا بنتكلم في امور مسلمه، الداخليه قالت ان هي رمت قنابل مسيله للدموع يعني ما فيهاش اي نقاش. فانك ترمي قنابل مسيله للدموع في وسط عدد كبير في مساحه ضيقه اعتقد ان ده خطا. زي ما انا قلت ده الخطا الاول. بعد كده يمكن اتكلمت زي ما انت اتكلمتي، هو المسؤوليه برضو بعد كده بتعود على اتحاد الكره، مجلس اداره اتحاد الكره ومجلس اداره نادي الزمالك، لان الاثنين كانوا برضو اصحاب قرار عوده الجمهور للمباريات بدون ما يكون في لسه امن مستتب، بدون ما يعني كان مفترض ان احنا نكمل الموسم ده بدون جماهير لغايه نهايه الموسم زي ما بداناه، وكانت الامور ماشيه بشكل كويس لغايه ما نعدي حتى استحقاق انتخابات مجلس الشعب. لكن كان في استعجال من اتحاد الكوره ومن مجلس اداره الزمالك، وخاصه ان رئيس نادي الزمالك هو رئيس لجنه الانديه، فهو برضه بيتحمل مسؤوليه مضاعفه عليه لان هو كان رئيس لجنه الانديه وكان برضه مساهم في قرار عوده الجماهير، فبالتالي اتخذ قرار. هم الجماهير عادت قبل كده يا استاذ خالد وما حصلش كده، اشمعنى في المباراه دي واشمعنى في التوقيت ده؟ في اراء تانية بتقول انه كان في مندسي، في اراء تانية كانت بتقول انه يعني اشمعنا في شهر فبراير واحنا برضو هنيجي للموضوع ده، في اراء تانية برضو قالت انه الحدث ده كان مدبر وانه كان في حاجات بتبين الكلام ده ان ده هيحصل زي ما حصل قبل حادثة بورسعيد، حصل برضو بعض الكلمات لكن الناس ما اهتمتش، المسؤولين ما اهتموش ان هم يقروا اللي الولاد دول بيكتبوه على الفيسبوك. يعني شوف في كل الاتجاهات احنا هنفضل مشتتين، كل واحد ليه رأي طبعا عشان بس ما نظلمش حد. عشان كده انا بقول وباكد انه لازم الناس تستنى نتائج التحقيقات.
ما هو مظبوط طبعا، لكن احنا بنتكلم في حاجات نقط رئيسيه دلوقتي. مجلس اداره الزمالك واتحاد الكره خدوا قرار عوده الجماهير ورجعت الجماهير، حصل وفيات في الملعب، فبالتالي القرار كان خاطئ. يعني خلينا نجزم كده، دي ما فيهاش نقاش. انا ما اخد قرار وقراري ده يتسبب في وفاه اشخاص حتى لو مش انا السبب، لكن القرار بدا من عندي، فهي المسؤوليه في الاخر برضو تعود على مجلس اداره اتحاد الكره ومجلس اداره نادي الزمالك، مسؤوليه مشتركه. خدوا قرار خاطئ، خدوا قرار متعجل تسبب في حاله وفاه 22 شخص. انا شايف برضو المفترض ان مجلس اداره اتحاد الكره ومجلس اداره الزمالك يا اما يتقدموا هم باستقالتهم لتهدئة الأجواء دلوقتي، يا إما يتم إقالتهم بقرار من وزير الرياضة، عشان هم فعلا كانوا مسؤولية مشتركة ما بينهم على الحادثة اللي حصلت. في ناس ممكن كمسؤول في اتحاد الكرة يقول لك وماذا ستفيد الاستقالة؟ ستفيد ان تيجي ناس تدير اتحاد الكره بشكل ايجابي، تيجي ناس ما يحصلش وفيات في عهدها، ما قراراتها ما تتخذش قرارات خاطئه بتعجل. بقول لك ممكن تؤدت لو فات 22 شخص وممكن تؤدي لايقاف النشاط، كان ممكن ياجل المباراه اقصد او يلغيها لما يعرف ان في احداث. ما كانش ياخد قرار عوده الجماهير من الاول، بقول لك القرار في التوقيت ده غلط. البلد مش مستقره، ايهاب بقى لنا فتره، وفي قنابل كل يوم بنكتشف قنبله في مكانه، وفي حوادث ارهابيه، فاحنا الامور غير مستقره. كان افضل ننتظر انتخابات مجلس الشعب تكون في برضه الامور اكثر هدوءا في البلد.